السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ بخيرين، شي مزيان. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. الاخوان، اليوم غادي نشوفوا هذا المنزل. الاخوان، كتواجد النواحي ديال خندق الورد، المنطقه ديال العوامه. راكم عارفين دابا العوامه كاينين بزاف ديال الاحياء فيها. هذا سميتو خندق الورد. هذه الاخوان الدرادين، سبقت التصوير من السطح، جات غير صدفه. اخوان، هذا المنزل هذه نحاول نعطيكم المعلومات ديالها. انا كنحاول نشرح لكم كل شيء باش تفهموا، باش اللي غيتفرج في فيديو غادي يعرف كل شيء، غادي يعرف المعلومات والثمن وكل شيء. الاخوان، الدار هذه فيها 4 ديال الطبقات. من بعد غادي ننزل نصور لكم غير واحد الطبقه، لان اخرين راه ساكنين. وحده لي خاويه، غادي نشوفوها ان شاء الله. حتى هي ساكنه، كاين فيها 4 كما كتشوفوا معايا الاخوان. الدار مصلوحه، فيها 4 طبقات مصلوحه كامله. هذا الباتيو التسليسه ديال الدار. الدار فيها 55 متر في الارض، ولكن كتطلع الفوق، راكم عارفين كيخرج الباركو، كتعطي شويه مزيان شي 60 متر ولا اكثر. فيها 4 طبقات مصلوحه كامله الاخوان. الدار جديده، يعني تثبت 2017. الدار كلشي فيها جديد، كلشي ديال اليوم. كما كتشوف بالنسبه للدروج كامل بالجرانيتو. والدار مصلوحه. هذه هي الطبقه اللي غنصوروا، هذه جات في الطبقه الثالثه. هذه الاخوان، هذه مولاه ساكن فيها، ولكن يا اخرين راه مكريين. مكريين ب 1600 درهم. اللي بغى يدير مشروع للكراء راه مشروع. فيها 4 ديال الطبقات السفلي و 3 ديال الطبقات. تكريها ب 1500 درهم ولا 1600 درهم، راه عندك النصيب فيها. هانتوما كتشوفوا هذه الكوزينه بالنسبه للدار مصلوحه كامله. هذه كوزينه كبيره الاخوان، وفيها فيها مقعد، وفيها بيت نعاس، وفيها الدوش. راكم عارفين، هانتوما كتشوفوا بالنسبه للدار مصلوحه كامله ومزلجه كامله. شوف الكوزينه راه مزلجه كامله، هانتوما كتشوفوا الاخوان. هذا مقعد، هانتوما كتشوفوا الصالون. كل واحد شنو كيقول، كاين اللي كيقول المقعد، كاين اللي كيقول الصالون. هانتوما كتشوفوا الدار صراحه مفجه، جات في بلاصه مزيونه الاخوان، في وسط الحومه، بلاصه مزيونه قريبه شويه من الشارع كبير. هذا بيت النعاس الاخوان، انتما كتشوفوا. بالنسبه للدار ديال العائله راه مزيانه، 4 ديال الطبقات. والدار ملكيه الاخوان، كتكتب عند العدول، ماشي محفظه. الدار ملكيه، والسيد بنيها على يدو، ماشي بنيها للبيع ولا شي حاجه. السيد بنيها لراسو، وانتما كتعرفوا راه الامور الوقت كتبدل. شحال من واحد دابا كيدير حاجه لراسو، ولكن ملي كتدوز واحد الوقت كتبدل الامور، تلقى عنده ظروف ولا تلقى عنده بزاف ديال المسائل. حنا ما نقدرش نعرفوا كلشي. انتما كتشوفوا حتى هذه الطبقه، هذه الطبقه الثانيه، انتما كتشوفوا راه مشدودين الناس ساكنين فيهم. ها هي هذه الطبقه الاولى او الثانيه، الباب ديالها. بالنسبه للدار مسلوحه، باقي غير الدروج باقي ما مبيضش، باقي على السمه. راه غير من داخل الدور كاملين مسلوحين، غير الطلعه ديال الدروج ما مبيضاش. هانتوما كتشوفوا، غادي نشوفوا الباب ديال السفلي عاوتاني. الباب ديال السفلي راه هي هادي، الباب ديال السفلي هي هادي. هانتوما كتشوفوا الاخوان، والفوق راه كاين 3 ديال الطبقات. الانسان اللي باغي يديرها المشروع الكراء كامله، اولا وحده غيسكن فيها بحال اللي دايرها السيد هذا، يسكن فيها، وثلاثه غادي يكريهم. هانتوما كتشوفوا الدار، الدار كما قلت لكم الدار واعره، جات في وسط الحي الحومه. راكم عارفين الحي الشعبي، راكم عارفين، وعاد الحي الشعبي كيكون محرك مزيان. وهذه قريبه بالنسبه للناس ديال الكرا، راه قريبه من الشارع الكبير. نخرج دابا نوريكم الخرجه ديالها. هانتوما الدار كامل مزيونه الاخوان، مصلوحه كامله، بالكريفي ديالها، بالشبابك ديالها، كلشي ديالها. اللي بغاها مرحبا به. الثمن ديالها 105 ديال المليون، 105. غادي تكون غير شي شويه المفاهمه، راكم عارفين 4 ديال الطبقات مصلوحين كاملين. غادي تدخل ما غتخسر حتى درهم بالما والضو ديالها. اللي بغى يدير مشروع الكرا راه كنقول له مرحبا. بزاف الاخوان تواصلوا معايا، خصهم ديار بحال هادو. انا كنقول لهم تسناو، ملي تبان شي حاجه حنا كنزلوها في القناه. هادشي اللي كان الاخوان. غادي نحاول نوري لكم الخرجه ديالها. الزنقه ديالها هي هذه، الشارع الكبير. اوريكم الشارع الكبير دابا. الشارع الكبير هو فين وقفه ديال الطوموبيل كتلا، هذاك هو الشارع الكبير.
بالنسبه للطاكسي والتروتوار كلشي كيدوز من تما. انتما كتشوفوا على البقال حدا الباب كاين جميع المرافق، لا كاين المدارس، كاين كلشي قريبه. هذا الشارع كبير هو هذا اللي كيطلع من اللي كيطلع من الشارع الكبير ديال 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 العوامه. دابا هذا ملي غنهودوا معاه غنخرجوا للعوامه. هانتوما الاخوه كنقول لكم مرحبا بكم، اللي عجباتو مرحبا به، تواصل معايا 0662 62 13 68 وشكرا للجميع.